تشارك الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في مؤتمر الاستثمار أفريقيا 2018 المنعقد بشرم الشيخ، وتأتي المشاركة تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقدت نسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتزامنا مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. وتطلق الأكاديمية عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة الأفريقية، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.